عندي ملوخيه بالجمبري، محتاجه عندي ربع كيلو جمبري اي حجم، مش هتقيد خالص بحجم الجمبري، وعندي نص كيلو ملوخيه متخرطه ومفرزناها او طازه زي ما احنا عايزين، وعندي 5 فصوص ثوم، وعندي كمان فلفل رومي وحامي وكزبره ناشفه وطماطم مبشوره، وعندي كمان معلقه صغيره سكر و2 كوبايات مرقه جمبري. وهقول لكم هنعمل مرقه الجمبري ازاي. يبقى ملوخيه بالجمبري محتاجين عندنا ربع كيلو جمبري اي حجم، نص كيلو ملوخيه، 5 فصوص ثوم، فلفل رومي وحامي، وعندي كمان كزبره ناشفه، طماطم مبشوره، وعندي معلقه صغيره من السكر، و2 كوبايات مرق جمبري. اول حاجه انا هجيب الجمبري عندي هقشره زي ما انتم شايفين كده متقشر خلاص، والقشر بتاعه شوحته من غير اي دهون خالص في حله، وبعدين حطيت عليه ميه مغليه وبيغلي بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين خلاص. يبقى انا الجمبري قشرته هستخدمه في الملوخيه، والقشر بتاعه شوحته في حله وحطيت عليه ميه مغليه وبيغلي زي ما انتم شايفين كده. دي المرقه اللي انا هستخدمها اهو بدون غير اي اضافات ولا دهون ولا توابل ولا اي حاجه. تمام، هناخد سلوى معانا واحنا بنصفي الشوربه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ انا سلوى. الحمد لله يا حبيبتي تمام، كله زي الفل. يا روايتك الجميله. الله يخليكي، تسلمي يا رب. عامله ايه يا حبيبتي؟ الف سلام عليكي. الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. معاكي الحاجه سلوى يا حبيبتي. الله يخليكي، منوراني يا حاجه سلوى والله. ربنا يخليكي، منور ايامك. الله يخليكي يا حبيبتي. عايزه ابعت، ممكن ابعت تهنئه؟ طبعا ممكن. اتفضلي. ربنا يخليكي. عايزه ابعت تهنئه لياسين ابن بنتي عيد ميلاده الشهر ده. ربنا يخليهولك يا رب. يوم 14، وعايزه ابعت للتوأم ولاد بنتي الثانيه برضو عيد ميلادهم الشهر ده يوم 23. ربنا يحميهم يا رب ويخليهم وتفرحي بيهم يا رب. ربنا يخليكي حازم محمد وياسين. ربنا يخليهم لك يا حبيبتي يا رب. ربنا يخليكي. وببعت تهنئه لبنتي وبمناسبه مكه الجديده بقى لسه جايه بقى لها اسبوع. ربنا يحميها يا رب. طب مش عايزه اي سؤال مننا؟ انا عايزه اسال على خلطه المحشي الصح. حاضر، عينيا. عايزاها ني في ني ولا متسبكه؟ بتعمليها ما شاء الله يعني. حاضر. بس انا ايه حاضر. يعني في حاجات نسيتها كده. حاضر يا حبيبتي، عينيا. حاضر، اتفضلي يا حسن. دلوقتي عندي حله كده على النار اللي انا هعمل فيها الملوخيه، هحط فيها شويه زيت. بصوا الملوخيه يا جماعه من الحاجات السهله جدا، ما فيهاش اي حاجه صعبه او اي اختراع، بس ايه دي طاسه عايز ايه؟ تمام. اوكي، هنحط شوية زيت مع مكعبين من الزبدة بالشكل ده كده، وهنحط معاهم فصين ثوم. تمام، اهو بالشكل ده، اهو كده. هديهم كده تشويحة بسيطة، وهنزل عليهم الأول بالجمبري اللي أنا قشرته. تمام، انا بحب اشوح الجمبري تشويحه بسيطه قبل ما احطه، ما بحبش احطه ني في الملوخيه بتاعتنا. في ناس بتحطه كده زي ما هو، لا ما بحبش احطه كده. طب انا ممكن اشتغل معلش على دي عشان دي طفت. تمام، يبقى شويه الزبده والزيت، وهقوم حاطه فصين ثوم بالشكل ده كده، وهقوم مشوحة الجمبري بتاعي تشويحة بسيطة، مش هتزوده وقت على النار، لا أنا عايزة تشويحة بسيطة جدا. خلاص أهو بالشكل ده كده، ريحة الجمبري طلعت على طول أهو. أنا حاطة فيها شوية ثوم، وحاطة كمان فيها شوية الزبدة والزيت، وبشوح الجمبري بالشكل ده خلاص اهو. هبدا بقى اظبط الشوربه بتاعتي. بصوا تشويحه بس بسيطه، وهو هيكمل سوا في الملوخيه، مجرد بس ايه اضيع ان هو يبقى ني، تشويحه بسيطه خالص خلاص. هبدا بقى اجيب الطماطم المبشوره، وهبدا اجيب المرقه بتاعتي، هجيب معلقه سكر اهو، معلقه سكر كده بسيطه خالص، شوية كزبرة ناشفة نية كده قبل ما اعمل التقلية بتاعتي، وهحط المرقة بتاعت الجمبري، شايفين لونها،
مش هحطها كلها، هحطها كده بالتدريج عشان اشوف محتاجه ازود ولا لا، عشان ما تبقاش خفيفه قوي معايا. وهحط الطماطم المبشوره، بصوا طماطميه كده مبشوره. يبقى احنا عملنا ايه؟ ودي على فكره نفس عادي طريقه الملوخيه العاديه يعني، بس باختلاف ان احنا هنحط المرقه بتاعتنا سواء لحمه سواء فراخ سواء خضار، وهنحط الطماطميه المبشوره ومعلقه السكر، تمام؟ باختلاف بقى ان احنا مش هنحط بقى الجمبري طبعا في الاول، يعني لو عايزين تعملوه عادي تمام كده. وفيها هي تومه. خلاص يبقى احنا الملوخيه العاديه لو عملناها هتبقى عندي المرقه، هحط عليها حته تومه نيه وشويه كزبره، وهحط برده معلقه السكر الصغيره والطماطمايه المبشوره للمرقه بتاعه الملوخيه. تغلي كده غلوه، وبعد ما هتغلي غلوه هبدا انزل عليها الملوخيه بتاعتي قبل ما اعمل التقليه، قبل ما اعمل اي حاجه. انا ممكن بقى على العين الثانيه اعمل التقليه اهي، هحط كده الطاسه تسخن، وهنا المرقه هتغلي على طول معايا، مش تاخد وقت عشان هي اصلا كانت بتغلي اهو شايفين. هطلع احضر ويسك مضرب يدوي كده عشان ابدا اقلب تقليب مستمر، واحنا بناخد ايمان كده. ازيك يا ايمان؟ احنا ما حطيناش المرقه كلها. الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. انا بحبك جدا، انت ممتازه، الله وبحب يخليك. جدا طريقه انك بتقولي دايما الوصفه وانت شغاله، الله يخليك. مش بتقوليها مره واحده، لا بنفهم منك وبنحفظ. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي. ربنا يبارك لك يا رب ربنا على كل حاجه بتعمليها معانا. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي يا رب، تسلمي لي. عندك اي سؤال طيب يا حبيبتي؟ بصي انا بعمل البيتزا بتطلع حلوه كل حاجه، بس جربت ان انا يعني انا على طول بعملها على درجه حراره 200، تمام، وبسيبها حوالي نص ساعة أو مثلا تلات أرباع ساعة وتطلع مني كويسة، بس تطلع ناشفة من فوق. لا ما هو تلات أرباع ساعة ونص ساعة دي احنا اتفقنا إن ده وقت كتير قوي على المخبوزات والعيش والعجين والكلام ده كله. ما أنا جربت أحطها على نار عالية. بصي نار عالية، تبقى نار عالية متسخنة، أنا بس هكمل بقية الشوربة عشان الملوخية محتاجة تخف. ونار عالية متسخنة، تمام؟ وعليها شغالة من فوق وتحت. دخلي البيتزا بتاعتك 10 دقايق وبعدين اطفي عليها من فوق، بس طبعا تابعيها يعني ما تحطيهاش وتطلعي بره مثلا تعملي حاجه فتتحرق من الوش، لا يعني تبقى متسخن تحت وفوق على اعلى درجه واحنا متابعينها 5 دقايق 10 دقايق، واطفي عليها من فوق وسيبيها تحت شويه كمان 5 دقايق ماكسيمم ربع ساعه تلت ساعه تكون البيتزا عندك طالعه، مش اكتر من كده. هتطلع معاكي حلوه جدا وطريه وزي الفل. ارسي يا حبيبتي التليفون. بصوا اهو هفضل اقلب كده تقليب مستمر فيها. طب احنا عندنا بقى يعني في كده حاجه يعني في ناس مختلفه عليها، الملوخيه بتغلي ولا بتغليش؟ انا طول عمري بصراحه يعني عارفه من مامتي الملوخيه بتغليش، فعمري ما بغليها يعني، مجرد ما بس ما بتسخن قبل ما تغلي بشيلها، عشان بس ايه اول ما الفقاقيع كده تطلع منها من الجناب بشيلها على طول، بتفضل خضرة وجميله ومحتفظه بلونها. انا عندي هنا الزبده يا هاني، انت شلتها بعد اذنك. هحط شويه زيت كده، بصوا انا مش عايزاها تغلي، هقلب كده فيها كويس، وعايزاها برضو في نفس الوقت تسخن كويس، فهفضل اقلب فيها عشان ما تغليش وفي نفس الوقت تسخن. شكرا. في الطاسه الثانيه بقى احط الزبده، هحط معاها شويه زيت عشان الزبده ما تحرقش، تمام، وهحط الثوم. هات لي طبق التقديم يا هاني بعد اذنك. الثوم بالشكل ده خلاص. بعد ما احط الثوم انا بصراحه بحب احط فيها شويه قرنين كده فلفل حامي، حابين تعملوها تمام، مش حابين ممكن تحطوا فلفل رومي او يبقى تمام كده. انا هشيلها كده عشان مش عايزاها تغلي اكتر من كده، تمام اهو شايفين. ادي تشويحه كده قبل ما انزل بالكزبره بتاعتي اهو. حط معلقه الكزبره الكبيره وناخد ام جنى
واحنا بنقلب في التقليه كده شايفين، وما نغمقهاش، لو غمقت معانا، لو غمقت معانا واتحرقت هتبوظ لي طعم الملوخيه خالص. اهو ام جانا معانا. ازيك يا شيخ اسماء؟ ازيك يا ام جانا، عامله ايه حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل، كله زي الفل الحمد لله. والله يا حبيبتي اتفضلي حبيبتي اتفضلي. الحمد لله. بقول لحضرتك انا عايزه طريقه عمل السمبوسه، وعملت طريقه البيتزا من حضرتك وكانت جميله بصراحه. بالهنا والشفا يا حبيبتي، بالهنا والشفا، الف هنا وشفا عليكي يا حبيبتي. يا رب. اه والله الله يخليكي يا حبيبتي. والقرص طريه برضه. عايزه السمبوسه؟ اه حاضر. عينيا. العجينه ولا اللي بالجلاش ولا العجينة؟ اللي هي بالجلاش. حاضر حاضر عينيا. حاضر يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. اجيب بس كده ايه مغرفه نغرف بيها الملوخيه بتاعتنا اهو. هبدا اقرب كده اغرف الملوخيه بتاعتي اهي، شايفين المطة بتاعتها والعرق بتاعها اهو زي الفل كده. بصوا لسه محتفظة بلونها، مش عايزاها مع لما بتغلي بقى كتير وبتاع بتسقط وبتغير لونها تماما. فبصوا لسه هي فيها الخضار بتاع الملوخية. حلو قوي. تمام اهو، حط الملوخيه كده، حط اخر مغرفه، وفي الاخر هحط التقليه بتاعتي اهي كده فوق الوش اهو. تمام. وهبدا احطها كده ايه فوق الوش بالشكل ده كده. اخد بس مغرفه كده احط بيها الطشه بتاعتي، وابدا احطها برضو عليها بالشكل ده كده. بقى عندنا ملوخيه الجمبري بشكل حلو جدا وسهل، مفيهوش اي حاجه اهو. حاضر ثانيه واحده. الجمبري عايزه تنط في الملوخيه. صحيه فعلا. اهي انا ممكن اجيبها لكم في النص ولا انتوا حابينها هنا؟ تمام. اهو مصمم ينط الجمبري. ناخد عايده معانا. ازيك يا عايده؟ انا ازيك؟ الله يسلمك. الحمد لله يا حبيبتي، كله زي الفل الحمد لله. اتفضلي يا جميل. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي يا رب، تسلمي لي. كنت عايزه اسال عن المولتن كيك وطريقه البراوني. حاضر يا حبيبتي. المولتن كيك وايه؟ وطريقه البراوني. حاضر يا حبيبتي. عينيا. حاجه تاني؟ حاضر يا حبيبتي. عينيا الاثنين. هي الاثنين. طب احنا دلوقتي هنطلع فاصل، بس هقول سريعا كده عملنا ايه في ملوخيه الجمبري قبل ما نطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل هنعمل كفته سمك مع بعض. طريقه سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي برضو تعقيد، ومكونات كلها سهله. الاول جبنا حله شوحنا فيها، حطينا فيها زبده وزيت، وشوحنا فيها فصين ثوم، ونزلنا بالجمبري المتقشر. خلاص القشر بتاع الجمبري اللي احنا قشرناه غليناه في ميه بعد ما شوحناه من غير اي دهون من غير اي توابل. صفينا الشوربه دي ونزلنا على الجمبري اللي متشوح بالزبده والثوم بالشوربه دي، وبعدين حطينا عليها مطمايه مبشوره، معلقه سكر، شويه كزبره ناشفه، سيبناها تغلي غلوه، وبعدين نزلنا بالملوخيه قلبنا تقليب مستمر ما سبناهاش تغلي. عملنا التقليه بتاعتنا، شويه زبده شويه زيت، وعندي شويه ثوم والكزبرة الناشفة. حابين تزودوا إضافة الفلفل الحامي، ده بيدي طعم رهيب. مش حابين برضو تقدروا تبقى توم وكزبرة مع شوية السمنة أو شوية الزبدة والزيت، هيبقوا زي الفل. وحطناهم وزيناها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده.